يعني طبقا للي انا عرفته من بعض المصابين لما ناقشتهم لما كنت يعني في زياره ليهم، حكوا لي الحكايه كده بالظبط، يعني ان هو صحي او يعني اللي كان فيهم نايم او يعني لقى فجاه في وشه العربيه النقل وخبط. ولذلك تجد ان الاصابات معظمها اللي هي حالات الوفاه في الجزء الامامي اكثر من الجزء الخلفي من السياره. طبعا خرج الحمد لله عدد من المصابين، خرج يمكن لغايه دلوقتي يمكن حوالي اكثر من 18 حاله او 19 حاله. وطبعا احنا يعني كنا يعني بيتابع معانا اول باول دوله رئيس الوزراء من الفجر، ووزيرة التضامن الاجتماعي طبعا، وزير التنميه المحليه، كنا على اتصال مباشر. وزي ما حضرتك عارفه طبعا ما فيش حاجه تساوي يعني روح البني ادم تساوي روح البني ادم طبعا، لكن ده الحقيقه يعني الدوله في صرف 50,000 جنيه من التضامن الاجتماعي للاسر المتوفين يعني. واحنا متابعين موضوع علاج الناس اللي موجوده. اما بالنسبه اللي انا عاوز اكده تاني مره اخرى بالنسبه لحاله الطريق وبالنسبه للنقاط اللي محطوطه على الطريق وبالنسبه لعمليه المتابعه على الطريق، الموضوع انا يمكن بستخدم الطريق دوت بشكل مستمر يعني في يعني وانا رايح راس غارب او انا نازل لغايه الزعفران. عشان كده انا مستغربه، عشان انا عارفه فعلا ان الطريق ده تم رفع كفاءته مؤخرا وان هو بقى يعني طريق. لا طريق لا جاي هنا جاي. هنا بتبقى المشكله على الشركه والسائق، يعني بيبقى ساعتها في اكيد عقوبات قانونيه يا فندم. طبعا هو في طبعا وفي يعني شوفي اقول لحضرتك على حاجه، احنا يعني من واقع حوادث مماثله حصلت قبل كده على عدد من الطرق، وحضرتك عارفه ان احنا 1080 كيلو على ساحل البحر الاحمر، يعني بنسبه 90% اخطاء بشريه، يعني بنسبه 90%. طبعا احنا منتظرين تحقيقات النيابه ومتصفر عنده، لكن بنسبه 90% معظمها اخطاء بشريه، يعني مش خطا طريق يعني. صحيح. شكرا سياده اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الاحمر.